جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ماذا تقول عند زيارة المقابر؟ تقول: ما ورد في العلة من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالمقابر يستقبلهم بوجهه ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور أو يا أهل الديار المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإن دعا بغير هذا الدعاء فلا بأس. لو قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو إذا زار قبرا معينا يقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو بما تيسر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تب عليه، وما أشبه ذلك من الأدعية الشرعية، فهذا شيء مستحسن. نعم.